سمحت لنا الزيارات الميدانية التي نقوم بها في كثير من المناسبات والأحداث والوقائع إلى كل دوائر وبلدية الولاية من تشخيص الوضع التنموي والوقوف ميدانيا على أهم المطالب والاحتياجات تاع سكان الولاية واتخاذ القرارات المناسبة من شأنها تدارك النقائص والاختلالات المسجلة، خاصة البرنامج الكبير اللي رصده اللي أقره السيد رئيس الجمهورية مناطق الظل المناطق النائية. قطاع الطاقة تم تسجيل عجز ب 391 مليار من أجل ربط 6463 مسكن، وهذا نظرا لطولنا من اللي كان مسجل، وكي جينا ننزو لقينا توسعات عمران. في مجال الكهرباء الحضارية تم ربط 1877 منزل بمبلغ 33 مليار. شعبة المحاصيل الحبوب، تعرفوا باللي السيد رئيس الجمهورية كلف وزارة الداخلية والولات من إعداد تطبيقة من أجل متابعة المنتوج والمحصول. اليوم ننجم نعطيكم بعض الأرقام. اليوم رانا الحصاد اليوم 72.77%، أبونسينا في الحصاد 72.77%، 349,337، 350 ألف اللي تم حصدوه. نجو رفع التجميد على المشاريع، كانت هناك مشاريع سجلت في 2014 ومست قطاعات حساسة: الثقافة، السياحة، التكوين المهني. تم رفع لها التجميد وانتم على بالكم بها حوالي 400 مليار، وتمثلت في قصر الثقافة. بزاف يقول لك واش ما نسحقوش قصر الثقافة، لا، ما عندناش صالة كبيرة، ما عندناش اون كروند سال بو لا مزيان. قطاع الصحة عرف كذلك، كان عرف تأخر في مسجلة مشاريع ولكن عرف التأخر. مشاريع قطاع التربية ما زلنا رغم كل هذه الإنجازات ورغم كل كذا، الجامعة راهي الأولى ولكن ما زلنا احنا في التربية متأخرين. ثمن متوسطات اللي راهم أونكور: بوسعادة، برهم، الحوامد، سليم، براكتيا، تارمونت، المسيلة. ترميم وإعادة التأهيل 26 متوسطة، برنامج 21. قاعة رياضة بالثانوي التمسيف، ترميم وإعادة التأهيل 17 ثانوية. هذه كل المشاريع اللي ما زالت في طور الإنجاز رغم الأزمة المالية، ولكن ها هم المتوسطات اللي تسجلت وها هي الثانويات اللي تسجلت. مشاريع التعليم العالي: سنستلم 670 سرير، باقي برك الالكتريسيتي ان شاء الله، هذا هو، والغاز. ونستلم 2000 مقعد بيداغوجي، تم استلام 2000 مقعد بيداغوجي واستلام مسبح نصف اولمبي، هذو تم استلامهم. الاشغال العموميه، الموارد المائيه، الرياضه، كاين نقص كبير، وهنا رانا عندنا برنامج دراسه الجزاويه بين العين الحجر والديس، الطريق الاجتنابي لمدينة مسيلة، دراسة منشآت فنية، مشاريع صيانة، كاين لي دراسة موجودة وكاين لي دراسات اللي هادو دايما رانا في الاقتراح، مشاريع الدراسات اللي موجودة. وما تنساوش باللي الربط تاع الهضاب العليا مع لوطوروت تاع الويست اكسيتيرا. ما ننساوش التران اللي مهم جدا بين المسيلة وبوكزول، وبين مهم جدا المشروع البارح راهم داروا ليزيسي بين بوكزول مسيلة وبوكزول، داروا ليزيسي البارح، إذا راهي ماشية مليح. شكرا وبارك الله فيكم.